ينطلق ملايين الأتراك نحو مدنهم وقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، حيث تنتقل مئات آلاف المركبات من المدن الكبرى نحو باقي المناطق في مشهد اعتاد الأتراك عليه قبل الأعياد. الشرطة تقول إنها في حالة استعداد قصوى لضبط حركة السير على أمل تخفيف عدد الحوادث المتوقع، مع وفاة 75 شخصا خلال عطلة عيد الفطر الماضية. كلما كثفنا من تدقيقنا ومتابعتنا للمركبات فإن حوادث السير تنخفض تلقائيا. هذا ما رأيناه خلال عيد الفطر الماضي، والذي شهد أقل عدد من الحوادث المميتة مقارنة بالأعياد السابقة. ونشرت الشرطة أكثر من 66 ألف شرطي في عموم البلاد وأكثر من 1000 رادار لضبط السرعة، وهي العامل الأكثر تسببا بالحوادث المميتة بحسب المسؤولين. وتعد تركيا من أكثر الدول بنسب حوادث السير، حيث توفي الشهر الماضي 242 شخصا مع وقوع ما يزيد عن 50 ألف حادث في عموم البلاد. ربيع الصعوب، المشهد، اسطنبول.